مع بداية الأسبوع طبعاً بدي أحييكم أصدقائي المشاهدين، وبدي طبعاً أني أتقدم من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن اللبنانيين عموماً والشيعة خصوصاً في لبنان بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وبالتالي طبعاً إن شاء الله هيك روحه دايماً حاضرة، وبالتالي سماحته كان طبعاً من الناس يلي مؤسسي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وبالتالي كان مرجعية وأيضاً لعب دور كتير كبير خصوصاً أيام الحرب اللبنانية، يعني مذكرة ومتنعات بحكمته وبطبعاً وطنيته، وبالتالي كل التعازي إذن مع بداية الأسبوع. معلومة بمعلومتنا لليوم، توجهت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لاري من جميع الجهات المعنية بفتح المجاري والأنهر والسواق وممرات المياه وضرورة الإسراع بإنجاز هالأعمال قبل بدء موسم الأمطار، كما أنه على البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والطرقات والدفاع المدني وكل المعنيين الإسراع والقيام بهذه الأعمال، وإذا لم يكن هناك أي اعتمادات الإسراع بفتح الاعتمادات كي لا تغرق الطرقات بالمياه عند هطول أولى الأمطار. الظاهر مقرب الأمطار وصار وقتها أقله نبلش نستعد، لأنه نحن بأيام العادية كانت تطوف الطرقات وكنا نعرف قديش في ناس تغرق وقديه تعطل من أمور الناس، فكيف بهالأيام الشح يلي نحن فيه بس ما بنقدر نستقيل من مهماتنا إن كانت وزارات ولا بلديات، وحتى المواطنين مفروض يساعدوا، لأنه نحن عنا خصلة للأسف البعض منا بالسيارات يلا بنرمي يمين شمال بصير تتكدس هالأمور، عدا يلي عم ينرمى بالأنهار ويلي كله بينجرف مع المي، بتتسكر المجاري ومرات كثرة الأمطار ما بتستوعبها المجاري، فبيصير اللي بيصير، عدا عن أنه المناطق الساخنة يلي معروفة صارت كل سنة وكل سنة ما منلاقيه لحل جذري، ما كل ما تأخرنا عن الحل الجذري كل ما نحن كل سنة بنوقع بهالمشكلة، فكلنا معنيين اليوم نحط إيدنا بإيد بعض حتى ما نغرق بكرة بالمي، وحتى ما تكون كمان يعني تأخر الناس على أشغالها، وكلنا بنعرف لما عم بتطوف المي وعم بتصير بركة كبيرة وتغرق الناس، ما بعرف هالمرة قديش قادرة الدولة تنشل العالم وقديه تقدر تساعدهم. من المسؤول؟ طبعا مع بداية الأسبوع دايما بالويك أند الناس بتشوف بعضها أكثر، تلتقى أكثر، ولكن قاسم مشترك دايما إنه بتقضيها إذا كانت فاتحة المحطات على محطات البنزين. اليوم ما بعرف الناس إذا وصلت على أشغالها صراحة، يلي جاي من الشمال باتجاه بيروت ما بعرف إذا اليوم قدر وصل على الوقت أو وصل على مقصده، لأنه شيء مش طبيعي الطرقات اليوم. أكيد لما بتعجق على الأوتوسترادات المناطق الداخلية وين في محطة بنزين فاتحة، يعني ما بعرف الله يعين أصحاب المحطات أو العاملين بالمحطات كيف بدهم يتعاملوا مع الناس اللي موقفة سياراتها من الليل، صايرين هلأ الناس وقفوا سياراتهم وبفلوا على بيوتهم بيجوا تاني نهار تيعبوا بنزين، يعني السيارة الباركينج صار عباب المحطة، ولهلأ ما بعرف شو صار اليوم بالاجتماع يلي كان مع شركات التوزيع ومع أصحاب المحطات ومع المعنيين بموضوع الاحتكار بموضوع منع هالطوابير، يعني قديش بنقدر نلاقي حلول حتى نوقف هال، ما بدي اقول عادي صارت عند الناس، ولكن ما فيه الناس ينزلوا اكثر من هيك ما بيقدروا، بانتظار اكيد هالاجتماع شو رح ينتج عنه. بير اليان صقر يعطيك العافيه، عم بحكيك على القاع، كيفك ابونا؟ الحمد لله الحمد لله. بير اليان نصر الله. اهلا بير اليان، صراحه أهلا، يعني قد ما راسي بس فوت على استوديو ما بعود، يعني شو بدي ركز لركز، لانه فايت وبعضهم عم يسالوني قولي لنا وحكي لنا وخبرينا. ابونا نصر الله، كيف القاع اليوم؟ كيف مزارعي القاع؟ اطلقت نداء، بحب تخبرني شوي عن واقعهم خصوصا مع انعدام وجود المازوت الا بالسوق السوداء اللهم، وقديش تنعكس ليس فقط على المزارعين على انتاجهم كمان على المراكز الصحيه، خبرني شوي واقع القاع اليوم.
بالحقيقة أول شيء بدي أتشكركم على اتصالكم، بدي أتشكر الـ NTV كمان على اهتمامها بهالأمور الحياتية الدقيقة بكل لبنان. وبدي لكم إنه الحقيقة عم نمرق بأصعب الظروف بتاريخ حياتنا بالقاع، كذلك الأمر بمنطقة بعلبك الهرمل. نعم. فمن وقت ما بلشت أزمة المازوت وأزمة البنزين، بالحقيقة قديش بدي خبرك عن الكميات الأشجار، كميات المزروعات مثل الباذنجان أو البندورة أو الخضار، يعني أو الخضار، قديش في ناس يلي كان عنده لنقول 20 دنم أرض ما قدر يأمن المازوت، بعده عم يستعمل تلف القسم الكبير 70% و80%، واحتفظ بالقسم الباقي 20%. فيابس الباذنجان، يابس البندورة، يابس الأشجار، هيدا الصورة للوضع الزراعي بالقاع وبمنطقة بعلبك الهرمل. الحقيقة بتتألم كتير لما بتمرقي من خط حقلي وبتشوف فيها يابسة. والسبب هو عدم تأمين المازوت للري، ما هيك؟ لأنه ما في يصير ري بدون مازوت، لأنه ما هيك؟ أول شيء مازوت ما في، ثاني شيء حتى المزارعين لما بيقصفوا منتوجاتهم وبدهم يبعثوا على المدينة ما في نقليات تقدر، لأنه ما في كمان البنزين مش موجود. نعم. وكذلك الأمر عم نحكي عن دور المازوت بالنسبة لتأمين مي للري، ما كمان نحن نتغذى من مية الشرب من بواسطة آبار تشغل على مادة المازوت. نعم. منين من اليموني، منين بتاخدوا بالقاع؟ نعم، منين بتاخدوا المي بالقاع؟ نحن في عنا بعض آبار بتخص الدولة، مؤسسة المياه، وفي عنا للكنيسة بيرين، هودي البيرين كمان بغزوا من غزة فيهم مية الشرب. نعم. فتوصلنا بالأسبوع الماضي. نعم. ما بنقدر نشغل لا آبار الدولة ولا البير تبعون الوقت، ما بنقدر نشغلهم بسبب فقدان مادة المازوت. والناس كثير أوقات بصراحة ما بتصدق انه مثلا الكنيسه ما بتقدر تامن مازوت لحتى تشغل الابار، لانه يمكن عندهم تصور انه كثير شركات بتقطع عنها لتعطي مثلا الاوقاف الكنايس لحتى تكون الى جانب الناس. نعم. فالحقيقه عندنا ازمه كبيره. جربوا بعض الاحبه بالاجهزه الامنيه بعض محطات المازوت يأمنوا لنا مازوت بالليترات لنقدر ندخل مي تنقدر نأمن الحاجة الأساسية الحياتية للناس بالحد الأدنى. نعم. الوصف حساس كتير، مؤلم كتير، وما في حدا عوض عن الخسائر كمان. يعني هن هالمزارعين يلي عم تحكي عنهم هن عايشين من الأرض، يعني كل 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 ما عايشتهم من الأرض، فإذا خسروا إنتاجهم بسبب عدم توفر المي، عدم توفر الكهرباء بانتظام، اكيد يعني اليوم هي خسائر، بس مين بده يعوض عليها؟ مين بده يعوض لهم هالخسائر؟ ما هني قبل مشكله المازوت والبنزين ما عندك المشاكل الغلا 100%، غلا البذور وغلا الاشجار وغلا السواد والبذور والشطور وكذا. ما هني كثير ناس منهم متدينين حق دين. نعم. يعني اليوم لا قادرين يحافظوا عليها لحتى يرجعوا يردوا المصاري اللي هن تدينوا على اساسها، ولا عم يقدروا يشوفوا. بعدين بتعرفي صاحب الرزق لما بيطلع الرزق وبيلاقيه يابس، ما هو عيونه بينشف. اكيد. ابونا ليان، اليوم عبر الحل عنا لمين بتتوجه؟ انا الحقيقه بس اذا بتسمحي لي احكي كمان عن قطاع ثاني نحن بنهتم فيه،
ككنيسه كرعيه هو مركز الرعايه الصحيه. صحيح. ايه نعم. حتى بمركز الرعايه الصحيه الاوليه. نعم. نحن مهدد مش عم نقدر نامن المازوت. نحن عندكم اللقاحات وعندكم الادويه وعندكم جمعة الماضي تلفنا قسم من اللقاحات لعدم توفر التدوير البرادات اللي بتحفظ اللقاحات. نعم. اليوم نحن المازوت هو بحاجه لتبريد غرف مستودعات الدواء. نعم. ونحن عندنا مركز بيستقبل يوميا بدل 200 ل 300 شخص بمعدل 4-5000 انسان، خصوصا لما وزاره الصحه اعتمدت المراكز الصحيه للامراض المزمنه يجوا يتسجلوا عندكم تيحصلوا على الدواء. يعني هيدا عدد الخدمات يلي بيقوموا فيها مراكز الرعايه الصحيه. انا الحقيقه بدي اقول لكم هون من الانصاف انه نحيي وزاره الصحه اسم الرعايه الصحيه الاوليه للجهود اللي عم تعملها. ايه بس حكيتون انه كثير منيح ابونا اذا مش عم بيقدروا يامنوا لكم مازوت وكهرباء، طيب هيدي الادويه بدها تتلف عم يعني كمان لازم يلعبوا دور هون انه في اولويات. أنا بأكد الأولويات، بس أنا كنت عم بحكي عن الأدوية اللي عم تتأمن من خلال وزارة الصحة. نعم. بطريقة كثير منظمة، إضافة لجمعية الشبان المسيحية YMCA، إضافة للقاء الـ INC الهيئة الطبية الدولية، وكمان ميسان دو موند. نحن الحقيقة بنشكر ربنا إنه بعدنا عم نقدر نأمن الحد الأدنى من الأدوية. طبعا بحاجه كثير صمدنا، بس اليوم نحن محتاجين لادويه ومحتاجين لماده المازوت، لان الاطباء عم بيعانوا كثير من التنقلات. نحن في عندنا بالخمسين انسان بيشتغل طبيا بالمركز الرعايه الصحيه من اطباء وممرضين، معظمهم من القاع ومن ابناء المنطقه. فاليوم ما عم يقدر الحكيم يوصل على المركز، الممرض مش عم يقدر يوصل على المركز. فنحن عبر الـ MTV بنوجه رساله لكل المعنيين بهذا بقطاع النفط، بقطاع المازوت والبنزين، يكون يعني قديش ممكن يعطوا اولويات للمزارع، كذلك الامر للمراكز الصحيه. بلكي بهالوقت هيدا وكمان انا بناشد المعنيين بتامين ماده الحليب للاطفال، اللي هو طبعا احنا الرضاعه الطبيعيه هي الاساس. نعم. ولكن في اطفال ما عندها امكانيات. بعتقد هلا ابونا اللي عرفته انه بلشوا يوصلوا الحليب للصيدليات، هلا اكيد الاسعار صارت خياليه، بس اقله بفتكر اللي فهمته من بعض الصيادله انه بلشوا يوصلوا لهم الحليب، ما بعرف اذا وصل على القاع ولا لا، بس ما بيمنع انه نقول هيدا الطفل بده حليب بالنتيجه. شو كيف بدنا يعني كمان هيدا جيل بده ينمى بده يربى، ما فينا كمان نقطع عنه، قطعنا الدواء وخسرنا اطفال، ما بدنا نخسر اطفال بسبب الحليب كمان، معك حق ابونا. انا نعم نعم بدي اقول عبر الـ MTV نعم. للمؤسسات الانسانيه نعم اللي ممكن ينعمل هلا، حرام ياخروه لبعد ساعه، كان بدعم المزارع او كان من خلال ماده المازوت او بدعم المراكز الصحيه بالادويه او بحليب الاطفال، لانه في عندنا مآسي عم يعيشوها المواطنين. وما تنسي انه بالقاع في عندنا اضافه للمجتمع اللبناني في عندنا ب 30,000 نازح سوري هو بيأمن خدماته من القاع. فاليوم القاع اللي عم تتحمله من الضغط البشري الموجود من لبنانيين اصلا، اضافه الى الضغط اللي عم بيسببوه النازحين السوريين، ونحن ما بنميز بين انسان وانسان، بس نحن اذا ما دعمتنا المنظمات الانسانيه والدوله اللبنانيه في عندنا تهديد بالايام بالقضاء على كل المزروعات. ولكن نحن بنضل ابناء الرجاء، أكيد. ابناء الايمان، ابناء الحياه، بنضل متاملين انه ربنا
مثل ما بيهتم بذنب الحقل رح يهتم بأبنائه البشر. شكرا لك أب إليان نصر خادم رعية القاع، وأكيد يعني الدولة اللبنانية هي معنية أول على آخر، بس ما بعرف ليه مستقيلة عن دورها. وبالتالي اليوم بدي أشكر كل الأيادي البيضاء يلي عم تمتد، واليوم كل فعالية القاع مفروض تتجند حتى يعني كمان يكونوا لجانب المزارعين وإلى المركز الصحي، لأنه بالنتيجة في استمرارية حياة لمنطقة بكاملها. وبأسف كتير قديش بينقهروا أهالي الأعلى ما بيشوفوا هالتهريب على الحدود تبعهم ومش قادرين يعملوا شيء، منهرب المازوت على عينهم ومنهرب البنزين على عينهم ومش قادرين يعملوا شيء إطلاقا، إلا أن يكونوا هن ضحية كمان، ضحية الانهيار المالي، ضحية استقالة الدولة عن دورة. شكرا لك بير إليان نصر الله. بدي أنتقل إلى بالمتابعات. رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، صباح الخير. صباح النور، يعطيك الف عافيه. يعني كل يوم بيطلع علينا بنلاقي ازمه جديده بتخص اما الانتاج الوطني او المزارعين او التصدير، شو القصه اليوم؟ اليوم اول شيء بدي اشكر ابونا انه حكى بقصه المازوت وقديش العالم محروقه على بالقاع. نعم عم يعني نعم. قديش نقيب حضرتك بتعرف قديش اليوم الشتلة، قديش العناية بالأرض، قديش عم تاخد من الجهد. نعم. من الكلفة تجي. نعم. بسبب مازوت وبسبب مي يعني تطلف، مين بيعود الخسائر على الناس على المزارعين؟ ما حدا واعي لحدا. هلا نحن عندنا أكبر مشكلة عم يعانيها البلد كله ستنا، هي مرفأ بيروت. نعم. والناس اللي هاي العصابات اللي عمالها تتحكم بالمرفأ. ايه اليوم. عصابات، معك حق. نعم، لانه اليوم الصبح تبلغنا انه في اضراب على البور، مضربين الشوفاريت السيارات، واقفين مسكرين البوابه تبع البور وما عم يدخلوا السيارات على جوا حتى تنحط على الكهرباء. هذه السيارات فيها اكثر من حوالي 70 شاحنه او 75 شاحنه موجودين، كلهم محملين من اجود انواع الفواكه والقدره، وكلهم معرضين للتلف وللضوء ولانهم ينتزعوا على بوابة البور ببيروت. 70 شاحنة موجودين حملتهم أكثر من 2000 طن، إذا ضلوا لبكرة يعني بصيروا للقاب. الشوفرية نحن بنقول لهم كان أجدى فيكم أنكم ما تحملوا البضاعة من عند أصحابها وتروحوا توقفوها على البور ببيروت. إيه أكيد، إذا عارفين بدهم يعملوا إضراب لشو حملوا وتسكروا، بدكم تضربوا وتسكروا، ما تجوا تحملوا كنتم. أكيد. مش بتحملوا بتروحوا تلاقوا البضاعة بعين الشمس. هاي واحدة. اثنين، بنقول له لمدير شركة البي سي تي سي، كيف تسمح انت لشوفيرينتك يضربوا جوا بقلب الفور وبتعرف انه هالرزق بده يتلف عند العالم؟ انت شركة خاصة عم تشتغلي وعم تستفادي من قلب الفور، ما فيك تتحكم بالشوفيرين تبعك. لسه من جمعتين حطيتوا علينا انه ندفع نقدي على كل حاوي 100 دولار زيادة كاش عن المصاريف اللي كنتوا عم تاخذوه حتى تغطوا المصاريف تبعكم وتصلحوا الرفعات وتدفعوا للشوفيرين حتى ترضوهم ما يضربوا. كيف انا هاي اول مره بعرف اشوفها بحياتي انه بور الشوفيرين بسكروا البور بوقفوا حركه البور ببيروت. ضيفي لهم ما كانوا متفقين مع بعضهم انه كمان الجمارك بيقولوا لك السيستم معطل. شو السيستم معطل؟ يعني اذا تعطل السيستم معش في حدا يصلحه؟ مختلفين مع بعضهم بقلب الجمرك، كمان مختلفين خلاف بين بعضهم. نحن من الصبح نحن بنتلفن وبنسال وبناخذ وعود، يعني ما خلينا حدا الا ما اتصلنا فيه وبناخذ وعود لهلا ما انحل الموضوع. مثل ما بتعرفي على بكره عطله، يعني اذا اليوم ما دخلت الشحنات يعني بكره مش حتدخل، يعني ضلينا لبعد بكره يعني يخبزوا بالفراح، معناتها تلفت البضاعه وانتزعت وراح. نحن من الصبح لهلا اتصلنا بمعالي وزير الزراعه، اتصلنا بمدير عام الجمارك رئيس المجلس الاعلى، اتصلنا بمدير البور عمر عتاني، حاولنا نتصل بخينا زياد كنعان مدير شركه البي سي تي سي ما قدرنا توصلنا له. طلبنا انه يتصلوا بوزير النقل ويقوم يشوف لنا حل الموضوع. للاسف لحديت هلا ما شفنا الحل. السيارات بعدها مكومه قدام البور، في 70 سياره خضره وفواكه محملين
وفي اكثر من 100 سياره محملين مواد ناشفه وكلهم معرضين للتلف. طيب نحن مين لمين بدنا نصرخ بعد ولمين بدنا نقول؟ معقول يا جماعه شوفير سياره بسكر البور بيروت، بور عم تعيش منه كل العالم، بدهم يقدروا شكل على راس الشوفير هو وعائلته بده عايش. ايه بس نقيب لحظه نقيب، اذا كانت شركه خاصه واخذه حقها وزياده منكم كرمال تامين وصول الانتاج وتسفيره، مش معناتها انه انتم معنيه يعني على الشركه انه هي تضبط عمالها. اذا الشركه مش عامله واجباتها مع عمالها، مش معناتها انتم بدكم تدفعوا كمان ثمن هالشيء، انتم عاطين حقوقكم يعني عاطين حقوقهم وبزياده. انا عم بقول بهالبرنامج ضمن الحل عندنا وبهالمحطه الكريمه اللي عطونا هي بجنب المزارعين، وعم بقولها بصوت عالي، الجمعه الماضيه من 10 ايام او 15 يوم زادوا على كل معامله حوالي ال 100 دولار كاش نقدي، لحتى انه يحلوا مشكله الرافعات، حتى يحلوا قصه العمال وما يعودوا يضربوا ويوقفوا بس تجي الباخره يتحكموا فيها. من غير شيء ستربيكا بقول لك يعني بكل صراحه، البواخر صارت تعرف تجي عبور بيروت، صارت تعرف تجي قرفت منا ومن شغلنا ومن شغل المصنع ومن شغل البور ومن من الاداره تبع البور كلها، لانه الباخره بدها تقعد 24 ساعه صارت عم تقعد 6 ايام و7 ايام، عم بتغير البرنامج تبعها، عم تخربط البرنامج، ما عاد بقى عم تجي على بيروت، عم تهرب، بصح لها ما تجي، ما عاد بقى تجي. وصارت بس نشوف الباخره وصلت عبور بيروت بنلاقيها هجمه، وبنجي بنخليها حتى توصل، يا بنخرب الرفعات يا بشوفريت كمينات ببطلوا يشتغلوا، يا اما بيسكر البور يا اما بيقدروا. وبعدين زيد عليا زيد عليا نقيب زيد عليا انه اول شيء ما بقى فيكم تصدروا الا من البور او من المطار، ما بقى فينا بطريق البريه، هذا واحد. اثنين في سمعه لبنان والتزامات لبنان، لانه اليوم هالبضاعه اللي عم تتسفر عم تتصدر، ما هيدي في عقود يعني هون كمان بترتب كمان خسائر اكثر واكثر، بيكفي سمعه البلد كمان، يعني عم نعمل كل الطرق حتى نرجع نرفع هالبلد، في ناس لا بدها تدمره زياده. وزير الاشغال هلا نيجي نحن هلا عبر برنامجك الكريم واللي عم يسمعونا، اكيد في ناس عم تسمعنا من ناشد، مدير عام مدير عام الجمارك، رئيس مجلس الاعلى بالجمارك، مدير عام النقل، مدير عام المرفأ، مدير شركه ايدي البي سي تي سي، كلهم يشوفوا يعملوا لنا حل ويدخلوا السيارات يلي موجودين على الباب يلي حملتهم اكثر من 2000 طن خضره وفواتي، كلهم معرضين للتلف، لانه هيدي كيف معرضين للتلف؟ هيدي كميوني هيدي حاويات مفروض دغري توصل على بور بيروت، تفوت تحطوها على الكهرباء، بحطوها على الفيش، لها فيش بحطوها على الكهرباء، كل السيارات بعد ما نوقع بعين الشمس بهالشوب بدرجات حراره المرتفعه ما منقوعه بعين الشمس ومصلوبين برا هن والسيارات تبعهم والسفريه تبعهم. السيستم تبع الجمرك مخرب والشفرية سواقين جوات البور مضربين بشركة البي سي سي سي، وبرات البور شفرية كمان متضمنين مع بعضهم ومضربين، بدهم يطالبوا بزيادة أجار، بدهم يطالبوا بزيادة أجار صحبان على قلبهم ياخذوا بس ما يضروا العالم، ما يضروا رزق العالم يلي محملينه. هيدي البضاعة حقها أكثر من 3 مليون دولار يلي واقفة على بوابة البور، حرام عليكم تتلفوننا إياها ونحن عم نتفرج عليها، وصدقيني ما رح نسكت، المزارعين مش حيسكتوا، بدهم يقوموا من كل لبنان وبدهم يروحوا، بدهم يروحوا لايهم لهودي الناس اللي عم بضرونا، ما رح نخليهم قاعدين على كراسيهم اذا بدهم يضرونا، ما رح يكونوا مبسوطين ولا حيكونوا مرتاحين اذا بدهم يخربوا لنا بيوتنا. هذه الرزق للعالم متعبين عليها، بكفينا قله المازوت وبكفينا الشحار، بكفينا كل كم يوم عم يجي لحتى يزق الانتاج تبعنا، عم نروح نشحذ له مازوت ونعطيه اياه ونعبي له اياه حتى الكميون يقدر يوصل على بيروت. حتى في ناس اللي كانت حتى مازوت لبيوتها عم بتضطر تشيلها كرمال تتمشي هالاشغال هيدي 100%. ست ربيع لا نعيب انا بت يعني نعم تفضل، نتمنى على هالمسؤولين هلا يعطونا خبر منيح وتشلنا خلقنا ويقولوا الشحنات دخلت الى المرفأ ونحطت على الكهرباء مثل ما لازم يصير فيها، اما اذا بدها تضل بلا كهرباء لا بكره ولا بعد بكره خلص انتزعت صارت حمولتها للتلف وبتوصل على محل ما هي على الدول على برا
بيقول بضاعة خربانة وبصيروا يطلعوا علينا صيف انه بضاعتنا ما بتسوى وانتاجنا مش منيح وما بصيروا يرضوا لنا اياه وبيقولوا في امراض وما امراض وغيره وغيره وغيره. هيك الحال قلنا الحال من هلا لساعتين زمان قبل ما يسكروا الدوام لقولنا الحل. مدير عام الجماري نقيب لقينا الحل لعمال معروف قالوا لنا من جمعة دفعوا 50,000 دولار حتى تصلحوا السيستم تبع برنامج هذا الكمبيوتر. ليش بده يرجع يخرب اليوم؟ خلصنا من سكانر خرب على الكمبيوتر. شو الإدارة بالمرفا بيروت؟ إذا المرفا هيك الحال نقيب كيف بدنا ندير البلد؟ معك حق نقيب. بالعكس أنا بشكرك يعني ثقتك بالمحطة بالام تي في وثقتك بالبرنامج وبتمنى يكونوا اليوم هلأ قبل تك يعني قدي بيسرعوا بموضوع تصريف هالبضاعة هيدي رحمة أولا بالمزارع بإنتاج وطني بجدوى اقتصادية بسمعة لبنان. إذا مسؤولين مش قادرين يحملوا مسؤولية أنا من هالمنبر بقول لهم عملوا معروف تركوا في غيركم بيحموا المسؤول. ما فينا ندمر البلد بإيدنا نحن. ما بقى فينا نتفرج على البلد عم يتدمر قطاعات ورا قطاعات لأنه في بعض الناس ما بدهم يتحملوا مسؤولية للأسف الشديد. يعني أهلا وسهلا فيك نقيب إبراهيم ترشيشي. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. وطبعا شيء مؤسف جدا انه قطاع ورا قطاع مثل كانه ناس مستقيلة عن دورة بهالبلد ما فرقانة مع البور ولا فرقانة مع الانتاج ولا فرقانة مع المزارعين ولا الخسارات. يعني يلا الأمور ماشي. طبعا نحن بدنا كل إنسان ياخد حقه بالبلد الشوفيري وغيرهم. بس أنا اللي بدي أعمل إضراب ما بحمل وما بكلف المزارع ما بستلشي. وإذا شركة عم تقبض الزيادة حتى تأمن الانتاج مظبوط يكون في كهرباء وغيره مش مفروض فيها كمان هي تتساهل بالموضوع لا مع شوفريتها ولا مع عمالها. وإذا إدارة البور ووزارة الأشغال الوصية على البور وإذا وزارة النقل كمان يعني مش قادرين يعملوا شيء ولا جمارك تب مين عم يتآمر على مين بالبلد؟ هيدا سؤال كتير كبير. شو عم بيصير؟ بيكفينا انفجار البور؟ بيكفينا أنه لليوم بعد ما عرفنا كل الحقائق بيكفي أهالي الضحايا يلي عم بيموتوا كل يوم مع من جديد مع 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 أحبائهم ولليوم ما حدا سألين؟ كمان إنتاجنا الوطني وسمعة لبنان. طيب ليه ما عم تتركوا فرص لهاللبناني؟ ليه بدكم تدمروا البلد؟ مين طالب منكم تدمروا لنا بلدنا؟ أكيد ما رح نقدر نبقى مكتوفين عم نتفرج على بلد عم يتدمر، إنتاج عم يتدمر. يعني بتمنى اللي بده يحمل مسؤولية يحملها، اللي ما بده يحملها يعمل معروف يترك، ولا بالقوة رح يترك؟ أكيد بالقوة لازم يترك. هيدا بلد، هيدا وطن، ما فينا نتركه هيك. باخد اتصال. ألو؟ ألو؟ مسيو أندري تفضل، شو عندك؟ مسيو أندري؟ حضرتك معي؟ مسيو أندري؟ باخد اتصال اخر. الو مدام رولا تفضلي. بونجورك. بونجور، كيفك مدام؟ منيحه تفضلي. مدام ريبيكا، بس بدي اتشكى على صاحب موتور بدبي. ايه اخدين من عنده يعني ناس بخصوني كثير. إلون كذا فتره بيطالبوه انه يركب عدادات وهو شرطه الوحيد ما عم بيركب، عم بيضل يقضوا فيهم للسكان وبقول لهم انه هو بده يركب عداد مثل ما هو بده على مزاجه. هلا صار في الزاميه تركيب عداد، هي اصلا بالقرار الاساسي المفروض يتركب عداد، بس امبارح وزاره الاقتصاد رجعت تذكرت بالموضوع انه ضروري انه يتركب عدادات بناء لطلب اكيد المشتركين. من هيك بعدين مش عذوقه يعني بدي اقول لك شغله انه كيف عذوقه مش عذوقه لشو بده العداد؟ يعني هالفلسفه يعني معروف شو العداد كيف بده يتركب، ما عم بفهم انه مثل ما بده يعني مثل ما بده شيء وقت اللي بده شيء ثاني. اتركي لنا رقمه حتى نشوف نتواصل معه ونشوف شو القصه. باخذ اتصال اخر. الو الو الو. الحقيقة اليوم اتصل فيه شخص من عكار،
هن سبع اشخاص بالبيت، بيناتهم اولاد، بيناتهم شباب مخرجي مش عم بتلاقي شغل، تركت جامعاتها ومدارسها حتى تشتغل كمان، يعني صارت لا مدرسه ولا شغل. البي كان استاذ مدرسه، صرف من المدرسه، اخذ تعويض واشترى فيه سياره حتى يقدر يقوم بالسياره، ولكن بالسياره ما عم يقدر يقوم فيها حتى يعيش عائلته. فانا حطيت له رقمه على الشاشه، وانا بقدر كثير كرامه الناس اللي مش معوده ولا هي كانت بتقبل يوما ما تطلب مساعده، ولكن هيدي الظروف الاستثنائيه استثنائيه على كل الناس مش على بعضهم. وفي كثير ناس كانوا عايشين كثير مرتاحين، ولكن هالظروف عكستهم، مش لانه هن ما بدهم يشتغلوا او يعيشوا بكرامتهم، لانه الظروف عكستهم. هالانهيار اللي حاصل واستقالة الدولة عن دورة وعودها ساعة بطاقة ائتمانية وساعة بطاقة ما بعرف تموينية وساعة ما بعرف شو، مع مصريات الناس اللي اليوم كلها محجوزة، طبعا المواطن بده يمد يد المساعد. يلي حابب يساعد هالعائلة اللي هي من سبع أشخاص بيقدر يتواصل معهم على الرقم يلي نحن حاطينه على الشاشة، 7-6-6-03-820. وبشكر سلف كل من عم بمد يد المساعدة لخيلة له بالإنسانية. كمان وردني اتصال اليوم بموضوع المجارير ببيروت، خصوصا بالمنطقة يلي تضررت بفعل انفجار مرفق بيروت. لليوم عم يشكو الناس، ولليوم بعد ما في أي تلبية لموضوع الصرف الصحي، لأنه لا بيقدروا يفتحوا شباك ولا بيقدروا ولا عندهم كهرباء ولا، يعني في مشكلة اليوم بهذه المناطق موضوع الصرف الصحي. فبتمنى على مصلحة الأشغال ببلدية بيروت تبادر، وهن يمكن عم يتواصلوا معها بس ما بعرف مع الوعود ليه ما عم بيكون في التفاتة لهالقضية، السلامة العامة وصحة عامة. باخذ اتصال، صرنا بصورة اليوم، يلا ناخذ صورة اليوم. على فيسبوك على فيسبوك الحل عنا بعثوا لي القنديل الكاز، هيدي الكهرباء يلي كلفت الشعب 45 مليار دولار، بس انا بدي اقول له مين بعد عنده هالقنديل، ومين عم بيقدر يلاقي كاز، يعني مين عم بيلاقي كاز اذا القنديل موجود بس الكاز اكيد مش موجود، يعني مؤسف جدا. بقى بنمشي على التنر اذا بدكم، بس المهم يتوفر القنديل هلا كمان، مش هيك؟ بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.